أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم هذه المقولة: إن الله سبحانه وتعالى والشيطان وجهان لعملة واحدة؟ لأن هناك من يقول إنها سوء أدب مع الله وليست كفرا، فما صحة هذا؟ هناك من يقول، نعم عفى الله عنك، يقول: ما حكم هذه المقولة؟ لا، ما حكم من يقول آخره؟ أي نعم، لأن هناك من يقول إنها سوء أدب مع الله فقط وليست كفر. هذا ما يعرف الكفر، اللي يقول هالكلام ما يعرف الكفر، ولا هذا أعظم الكفر والإلحاد والعياذ بالله. لكن قائل هذه المقالة ما يعرف الكفر، أو إنه صاحب هوى وضلال والعياذ بالله. نعم.